السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين المتابعين، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سيكون مخصصا لفقرة قصة مثل في 60 داهية. طبعا الكثير من الناس قد يعتقد بأن أصل مقولة في 60 داهية يرجع لمصر والمصريين لكثرة ما نسمعها وسمعناها منهم سواء في حياتهم العامة أو من خلال مسلسلاتهم. والحقيقة أن هذه المقولة يعود أصلها إلى اليمن، نعم إلى اليمن. أول من قالها ونطق بها هو الصحابي قيس بن المكشوح المرادي اليمني، وقد قالها قبل إسلامه. وأما عن سبب مقولته هذه ففي ذلك قصة سوف أحكيها لكم، فكونوا معي. طبعا قصة هذه المقولة تبدأ من حادثة وقعت في اليمن قديما، حيث كانت الحروب مستعرة بين قبيلتي مدحج وهمدان، وكان الفوز دوما فيها لمدحج فهي الأقوى، وهذا ما جعل قبيلة همدان تستعين بالفرس، فأقاموا الخطط والترتيبات للإيقاع بقبيلة مدحج وكبار مشايخهم، وكانت خطتهم فيها هي الغدر بأن يقوم الهمدانيون باستدراج مشايخ قبيلة مدحج الذين عرفوا بالذكاء والدهاء، وطرح فكرة الحوار بين القبيلتين دون حمل السلاح. وقد استجاب 60 شيخا من كبار مشايخ قبيلة مدحج للفكرة، وعندما حانت اللحظة قام الهمدانيون بقتل المشايخ وتفرقت بعدها القبيلة. وكان قيس بن مكشوح أحد فرسان قبيلة مدحج، فما كان منه إلا أن أخذ بالتأر من قبيلة همدان وقتل منهم وأطخن فيهم بالقتل. وعندما عوتب في الأمر فالقتل كان كثيرا فيه، وسئل عن سبب الإكثار في القتل فقال راحوا في 60 داهية، أي بدل الدواهي الذين قتلهم الهمدانيون غدرا، فكان القتل ثأرا بدلا عن مشايخ قبيلة مدحج الذين ذهبوا أو قتلوا. فقال في 60 داهية، حينما أراد الثأر لقومه ولمشايخ قبيلته الذين قتلهم أبناء قبيلة همدان. ومن عادة العرب في نقل الأخبار والأقوال والمأثورات عن بعضهم تم تداول المقولة، وعلى الرغم من ذلك تناقلت الناس المقولة على سبيل التعبير عن عدم الاهتمام واللامبالاة على ما ضاع أو فات، جاءت بعكس المعنى الأصلي لها الذي ورد على لسان قيس بن مكشوح، والذي كان يرمز إلى المقابلة والتساوي في مقدار وحجم الخسائر. فالهمدانيون الذين ماتوا في مقابل 60 رجل من كبار مشايخ قبيلة مدحج، وهو ما يعني في 60 داهية. إلى هنا وتنتهي القصة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.